بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحوارات اللي احنا بدأناها مع اخواتنا، واستكمالا لرؤيتنا ونظرتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها الفترة اللي فاتت، وتوقعاتنا بدون الدجل وبدون الكهانة للي بيحصل على ارض الواقع دلوقتي. زي ما احنا قلنا وطرحنا امبارح في حواراتنا، الدجال، منظومة الدجال بدأت يا جماعة الخير في مراحلها الأخيرة، وزي ما احنا شفنا توحش إسرائيل النهاردة على قطاع غزة بالكامل، والمقصود منه يا شباب الخير هو جعل مواطنين غزة واللي هم تقريبا فوق الاتنين مليون بني آدم لاجئين، ومهربهم الوحيد أو مخرجهم الوحيد سيناء، وكأن قدر مصر زي ما احنا قلنا ان هي تشيل كفة الخيبانين التعبانين. وانا هنا مش بقصد اهل فلسطين، والله انا بقصد العرب، العرب اللي هم بيقولوا على نفسهم عرب وبيقولوا على نفسهم مسلمين، ومفيش دليل واحد يأكد الكلام على الارض. كلموني على العرب، عن نخوة، عن شهامة، عن دفاع عن الدين، كلموني عن صلاح الدين، كلموني عن محمد بن سلمان اللي اشترى حكم وملك السعودية عشان يطبق مع اسرائيل، وده ما تستغربوش هتشوفوه الفترة اللي جاية. كلموني عن محمد بن سلمان اللي فضل اسرائيل ومصلحة اسرائيل على مصلحة مصر. كلموني عن محمد بن سلمان اللي استعان بواحد سماه مستشار اسمه تركي الشيخ، جاب مطربة في عيد ميلاد محمد بن سلمان في أرض الحرمين، أرض الأنبياء ومهبط الوحي، بتقول علانية للرب، لربنا سبحانه وتعالى: أخبر أنبياءك، أخبر أنبياءك بأنهم فشلوا، أخبر أنبياءك بأن تسجد للإله الأنثى، أخبر أنبياءك بأنه لا ولن يأتي رجال يدافعون عن دينك. الكلام ده حصل في أرض الحرمين، مهبط الوحي، في عيد ميلاد محمد ابن سلمان. كلموني عن النخوة لما محمد ابن سلمان يحول أرض السعودية وأرض الحرمين ومهبط الأنبياء والوحي لأماكن لنشر الدعارة، ولاس فيجاس، لاس فيجاس العرب بعد يثرب وبعد المدينة وبعد تأسيس المجتمع الإسلامي بقت أرض الحرمين لاس فيجاس العرب، وبقى بيتلعب فيها قمار، وبقى فيه خمر حلال، ويا تركي هات عمرو وهات غير عمرو واشتريهم بالفلوس عشان محمد بن سلمان يستمر في ملك السعودية 30-40 سنة. كان أولى بيك يا محمد إنك أنت تدفع الفلوس دي اللي عمال تمطوحها شمال ويمين للناس، مش هقولك فقراء الوطن العربي، هقولك فقراء السعودية نفسه. كان أولى بيك بدل ما أنت تعمل تغريب ثقافي للمجتمع السعودي وتنسيهم هويتهم وثقافتهم الدينية، كان أولى بيك انك تحافظ على التراث وانك تنقي التراث زي ما انت بتقول من الخزعبلات تحت مسمى التنوير، بس ده مش تنوير، ده تنوير زائف، لانك بتتبع اله النور من وجهة نظر حضرتك اللي هو الشيطان. كان اولى بيك بدل ما تشتري ملك السعودية على انقاض الاسلام وانقاض تراث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان اولى بيك انك تقول للشعب: انا منكم واليكم، هذه اموالكم سترد اليكم، بدل ما تطبع مع الاسرائيليين وتحط ايدك في ايدين اليهود. اليهود خانوا ربنا وخانوا عهد ربنا، فما اعتقدش يعني انت جايب الثقة دي منين انك انت هتكمل في الملك زي ما هم اوهموك. ده ملك زائف ووهم زائف، لان القضية اكبر منك ومن 10 زيك. القضية قضية ملك الدجال، قضية ان الدجال يرجع لارض الحرمين تاني ويهد كل اللي بنوا الانبياء. كان اولى بيك محمد بن زايد بدل ما تعمل المعبد الابراهيمي ومعبد بوزة بحجة التسامح مع الاديان والكلام اللي بتضحكوا بيه على الخرفان والقطيع والناس اللي مصدقاكوا،
كان اولى بيكو النهارده وغزه بتتدمر، و اذا كنتوا معتبرين ان الناس اللي هناك مسلمين او ناس بشر عاديين عربيين بيقولوا احنا عرب، كان اولى بيكو بدل ما انتوا عاملين اسبوع المناخ وقاعدين تتكلموا في كلام فارغ، كان اولى بيكو انكم تحاوطوا اسرائيل وتقولوا يلا نتجمع على اسرائيل، مش واحنا مالنا، نحن ندعو، نحن نشجب، نحن نستنكر، نحن ندين. وسبت لهم مخرج، والخطة والتمثيلية معروفة، والخطة والتمثيلية معروفة باسماعيل هنية والمأجورين امثاله، والخطة معروفة وهطلكوا وبكرة تشوفوا، وهتشوفوا الفترة اللي جاية المنطقة بتولع على دماغتكم والله، لسبب بسيط، ويمكرون ويمكر الله. اقعدوا طبعوا مع اسرائيل، اقعدوا خططوا ونفذوا كل الخطط وشغلوا الفزاعة، وتعالوا على مصر كمان وهجروا شعب غزة لمصر وحطوا الكورة في ملعب مصر وقولوا يلا يا سيسي انقذ مصر، وخبطوا فيه من هنا ومن هنا، وهاتوا عمرو اديب من فرنسا بلد البق وبلد الشذوذ والمثلية، بدل ما يطلع النهاردة يستنهض الضمير العربي والضمير الانساني قبل الاسلامي على ضحايا غزة وضحايا التمثيلية اللي اتعملت، وجاي في معرض واستفتاح برنامجه حادثة اسكندرية المدبرة برضو من وجهة نظري، وده التحقيقات انا سايبها للتحقيقات، بس استغربت من الخبر، يعني الصدف ما بتجيش قوي كده يا جماعة، يعني 6 اكتوبر يخلص من هنا وبعدين اسرائيل اقوى جهاز مخابرات في العالم حدودها تتساب يا عيني، يا سلام يا وتدخل الهي يا عيني يا سلام، والطائرات المسيرة الايرانية جت منين يا سلام، وحاجة جميلة جدا، ويضيع فيها الابرياء والشباب، الابرياء والشباب الثوري النقي واطفال غزة واهالي غزة الانقياء يروحوا ضحية لشوية مأجورين وشوية فشلة وشوية مرتزقة سموا نفسهم قادة، سموا نفسهم زعماء. والفترة اللي جاية فترة ضغط على مصر زي ما انا قلت، وهتشوفوا ايام كتيرة جدا، بس رسالة لكل اللي هتوصلوا رسالتي، خلاص التوحش بتاع اسرائيل بدأ، وحرب الشرق الاوسط الجديد بدأت، حرب بقى بالاسلحة، حرب اعلامية، حرب وقع الناس في بعضيها، حرب احرق الارض، حرب خلي الناس تاكل في بعضيها وتهد وطنها بايديها، كل الحرب ده وكل المخططات ديت بقت من يعني من وجهة نظري انا السيسي بقى ضرورة حتمية، بقى ضرورة ايه حتمية، انا لا اعرف السيسي ولا السيسي يعرفني ولا ليا مصلحة مع اي حد غير شهادة حق بحطها في ميزاني قدام ربنا، عشان بوعي وبتشكيل وعي وبالعلم اللي ربنا رزقني بيه وبالبصيرة اللي ربنا ارادها ليا، لما اشوف خطر محدق بوطني واوطاني وبلادي وبالعرب وبالمسلمين وبالانسانية لازم انبه واطلع اقول السيسي دلوقتي بقى ضرورة حتمية يا عباد الله المخلصين، يا عباد الله الذين تسمعون هذا الحديث، يا عباد الله الذين لديكم قدر من البصيرة، والله 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 بدأت العركة، وبكرة تشوفوا كلامي بيتحقق، وبكرة تشوفوا التطبيع علني، وبكرة تشوفوا الدجال بيبسط ايديه على منطقة الأديان، ولن تبقى إلا مصر حرة أبية مستقلة. فالسيسي ضرورة حتمية، لأنه قائد عسكري محنك، عرفتوا جاب السلاح ليه، عرفتوا كان بيأمن الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي ليه، عرفتوا كان بيطور قدرات الجيش المصري ليه، هتعرفوا ليه الفترة اللي جاية، هتعرفوا ليه القيادة الاستراتيجية محطوطة في عمق 14 دور تحت الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة، مش عشان يحمي نفسه، ده عشان يحمي الذاكرة الوطنية، معلوماتكم يا مصريين، لان الحرب اللي جاية حرب من السماء ومن الارض ومن تحت الارض، حرب لا تبقي ولا تذر، حرب اخر الزمان، افتكروا الكلمتين دول كويس وذكروهم كويس، واشوفكم بخير، دمتم بخير وسالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.